عبرت السينما المصرية خلال تاريخها الطويل كأبرز السينمات العربية عن الواقع السياسي والاجتماعي، وكانت على الدوام تتغذى من هذا الواقع بمفارقاته الكثيرة وتغذيه بالحقيقة وبالخيال. خالد يوسف من المخرجين شباب تعلم مهنة الصورة على يد المتمرد الأكبر يوسف شاهين، الذي شاركه في فيلمه الأخير هي فوضى، الذي وجه انتقادا عميقا لنظام مبارك، وأغلب الظن أنه شجع على التظاهر والمطالبة بحقوق الناس الضائعة. بلد فيها حكومة دي هي أنا. في قانون واحد بس، قانون حاسم. من الفلوس البطاقة فعلا هي الحل. وشرف أمي أنا توصلت المرة دي. اللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في مصر. هي فوضى أستاذ خالد، هل هو كان دعوة مباشرة؟ هل هو كان نبوءة بأنه لازم الناس تحتج أمام مركز السلطة وتطلب محاسبة الفساد الآن؟ الفيلم هو مش نبوءة قد ما هو رؤية استشرافية للمستقبل. اليوم مين رأس الفساد ورأس هيدا النظام اللي أنت برأيك لازم ينشال من هو الثورة أطاحت برأس النظام، بس للأسف في يعني قوة من مصلحتها استمرار النظام، فاستبدلت رأس النظام برأس أخرى. أيوة. عبارة عن تحالف ما بين المجلس العسكري والناس اللي كانوا مستفيدين من النظام السابق والتيارات الإسلامية اللي ارتأت إنها، لأنها بطبعها مش تيارات ثورية، تيارات إصلاحية، ارتأت إنها تقسم الكعكة وتاخد على قد ما تقدر في الوقت الحالي، وده إنجاز كبير بالنسبة لها. فكل دول أنا بتصور إن هم يعني اللي بيحاولوا يجهدوا الثورة وما توصلش لمساراتها الحقيقية.